مارس عملية إسقاط الآيات والأحاديث على هذا الموضوع بهذه الطريقة، يعني وكأن من تكمل مع سعادة ما علينا افهم كلامي، خلي يكمل. أنا قلت إسقاط هذه الآيات والأحاديث على ذي الموضوع، أنا ما قلت موجودة في ذي الجلسة، ما قلت أنا بسلمك أبدا. سعادة النائب بعطيك المجال بس يكمل سعادة الوزير كلامه. والله كلامكم من شوي كان طير في المجلس. خلنا نخلص، خلنا نخلص، خلنا نخلص. لو سمحت بعطيك المجال، بس لو سمحت خلي سعادة الوزير يكمل. لو سمحت خلنا نخلص، أحترم نفسي جدا. تفضل سعادة. أنا قلت معالي الرئيس الأخوان الأخوات، إسقاط الآيات والأحاديث على ذي الموضوع بهذه الطريقة، يعني ما أدري فيه أكثر من وجهة نظر. عموما لن أفتي لأنني لست مفتيا، ولن أستشهد بقدر ما استشهد الأخوات الأخوة بالآيات والأحاديث. مع الرئيس يطلع من بعض المداخلات يعني كأن هذا الموضوع تم بليل دون علم أحد، دون علم الآخرين. تفضل أخي سعادة الرئيس اللجنة وأخي المقرر، وبين مدى انفتاح اللجنة على جميع الأعضاء، بل على هيئة المجتمع المدني، والتي لم تتجاوب وتنتظر فقط هذه اللحظة لكي تبدي بدلوها. أنا يوم قمت وطلبت نقطة نظام، لأن الله يسلمك استفزني موضوع أنه يقوم وزير المجلسين يقوم يتكلم إنه عن آيات وأحاديث يتم استخدامها في المجلس من أجل يعني رأي معين. ما توقع يعني أن وزير المجلسين تقوم تتكلم عن آيات وأحاديث. ثاني شيء معالي الرئيس، وأنا وياك في الكلام أتكلم وأدافع عن آيات الله عز وجل وحديثه، ما تدخل لي بأمور شخصية تقول لي في المجلس ما مجلس. وين هاي أسلوب وزراء في ذي الموضوع؟